مراسل إسرائيلي يثير الجدل بصورة للنجم المصري محمد صلاح، ما القصة؟ مصراوي يكشف كيف يقضي صلاح فترة كأس العالم. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مراسل إسرائيلي يثير الجدل بصورة للنجم محمد صلاح، ما القصة؟ أثار مراسل الشؤون العربية في قناة كان الإسرائيلية روعي كايس الجدل بصورة نشرها لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مدعيا أنه برفقة سائح إسرائيلي في أحد المسابح، ويظهر في الصورة المتداولة محمد صلاح رفقة أحد الأشخاص خلال تواجده في إجازة قبل أسبوعين. لكن الادعاء الذي أراد به المراسل الإسرائيلي تحقيق أهداف خاصة ثبت زيفه، إذ أن الرجل الذي يظهر برفقة محمد صلاح هو صديقه المصري محمد عرفي، وذلك بحسب الجزيرة نت. مصراوي يكشف كيف يقضي صلاح فترة كأس العالم. حصلت العديد من الأندية العالمية على فترة راحة خلال فترة كأس العالم قطر 2022 الذي بدأ في 20 من نوفمبر الماضي وسينتهي في 18 من ديسمبر الحالي. ومع اقتراب نهاية المونديال بدأت بعض الأندية في إقامة المعسكرات الخارجية استعدادا لعودة الدوريات بعد انتهاء المونديال. وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة ليلا كورا عن بدء توافد لاعبي ليفربول إلى دبي لإقامة معسكر إعداد قبل عودة الدوري الإنجليزي بعد انتهاء المونديال. وأكدت مصادر أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول متواجد منذ فترة في دبي ومعه أسرته، وبالتحديد بعد مباراة مصر وبلجيكا التي أقيمت في الكويت. فرج عمر محمد صلاح تعرض لتهديدات بالقتل بشرة خل البرازيل قبل دور 16. خطف محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزية الأضواء من كأس العالم المقام حاليا في قطر على خلفية ظهوره في جلسة تصوير خرافية وأنيقة لصالح مجلة جي كيو. محمد صلاح غير المتواجد في كأس العالم لعدم تأهل منتخب مصر في المونديال، ظهر في جلسة تصوير خاطفة للأنظار حيث ظهر ببدلة أنيقة والتي تحمل عناصر المشاركة بين العلامتين التجاريتين العالميتين غوتشي وأديداس. وخطف الفرعون المصري محمد صلاح أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الإطلالة التي اعتبرها الكثيرون جذابة وكلاسيكية للغاية، في ظل ما تحمله هذه الإطلالة من البدل المخططة والمنتشر والسائد سواء كان في مصر أو في دول العالم على اختلاف الأشكال والتصميمات. محمد صلاح تلقى تهديدة بالقتل قبل مباراة مصر والسنغال، خبر صادم. أكد رئيس نادي سموحة المصري فرج عامر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزية تلقى تهديدات بالقتل قبل مباراة السنغال ومصر في المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم والتي خسر فيها المنتخب المصري بركلة الترجيح. وكشف رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح تلقى تهديدا بالقتل قبل المباراة، حيث توجه أحد الأشخاص إليه في الفندق وقام بتهديده، وذلك في غياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وهي المباراة التي خسرتها مصر بضربة الجزاء. وكان المنتخب المصري قد خسر أمام السنغال بركلات الترجيح بعد أن أهدر محمد صلاح وزيزو أفضل لاعبين في مصر يسددون ركلات الترجيح بسبب الليزر الذي وجهه الجمهور إلى وجه صلاح. وأكد فرج عامر وجود 126 جهاز ليزر تم توجيهه تجاه محمد صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء، وأضاف اتحاد الكرة المصرية تخاذل تماما عن حقوق مصر في عادة مباراة السنغال، فمدافع الليزر التي كانت موجهة على وجوه اللاعبين طوال أحداث اللقاء كفيلة بإعادة اللقاء، كما كنت أملك كل المستندات التي تؤكد حق مصر ولكن اتحاد الكرة لم يقم بذلك. أول تعليق من ليونيل ميسي على انتهاء دور المجموعات في كأس العالم. أعلن نادي ليفربول عن جائزة جديدة تنتظر محمد صلاح جناح ريدز والمنتخب الوطني، وذلك بعد منافسته على لقب أجمل هدف مع الفريق الإنجليزي خلال شهر نوفمبر، والذي سجله قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس العالم قطر 2022. وتنافس ثنائية محمد صلاح في شباك توتنهام على لقب الأفضل لشهر نوفمبر داخل ليفربول، ليفتح الأخير التصويت أمام الجماهير لاختيار الهدف الأفضل من وجهة نظرهم في الجولة الأخيرة التي أقيمت بالدوري الإنجليزي قبل التوقف الدوري الخاص بإقامة مباراة كأس العالم. ووضع ليفربول قائمة بأفضل 10 أهداف
خلال شهر نوفمبر من أجل التصويت على الأفضل في الشهر الجاري، وجاءت ثنائية الفرعون المصري على رأس القائمة لينافس روبرتو فيرمينو بهدفه في شباك ساوثهامبتون بجانب ثنائية داروين نونيز في المباراة ذاتها. ساديو ماني يهاجم محمد صلاح، نحن الأفضل في كل المباريات. نصح ريان باب اللاعب ليفربول السابق مواطن كولي جاكابو لاعب أندهوفن الهولندية بالانضمام إلى ريدز، وقال بابل: كمشجع لفريق ليفربول سأقول له أن ينضم إلى ليفربول إذا قدم له عرضا. أرسنال أيضا سيكون خيارا رائعا، ويتنفس محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية على جائزته العام بالبريمير ليج المقدمة من الصحيفة الإنجليزية، والتي يسعى الفرعون لتحقيقها للمرة الثالثة على التوالي. وسيواجه صلاح منافسة شرسة على الجائزة التي توج بها مرتين من قبل من قبل إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وكيفين دي بروين وهاري كين. ويفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في ضم حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون مستقبل ثنائي إدوارد ميندي وكيبا في خطر بعد تفكير إدارة فريق تشيلسي في استخدام حارس مرمى جديد في الصيف المقبل. وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن إنتر ميلان الإيطالية مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط أليفواري فرانكيسي. أول تعليق من السنغالي ساديو ماني بسبب محمد صلاح ومنتخب مصر. أشاد باولو كامبوس المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسبانية بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية مع فريقه في السنوات الأخيرة. وقال كامبوس في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: محمد صلاح من أبرز اللاعبين حول العالم، مشيرا إلى أنه يقدم مستويات رائعة في السنوات الأخيرة، وأضاف: نفتقد منتخب مصر في بطولة كأس العالم في قطر، وأعتقد أنه كان سيقدم بطولة جيدة حال مشاركته. وخطف أحمد نبيل شبيه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزية الأنظار خلال الفترة الماضية بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفرعون المصري، وفي هذا السياق تحدث شبيه محمد صلاح. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تجاهل محمد صلاح كأس العالم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.